عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احوال طيبه، ناشطين ماشطين ضاحكين سانك هما هادوك. توحشتكم صراحه، واخا ما بقيتش كنغبر عليكم هاد الايامات، راني كندير كل نهار تقريبا كنحط واحد لا فيديو اولا كنديكالي بنهار واحد. مهم، كي دايرين نتوما؟ مزيانين مرتاحين، صحتكم على خير وبخير. كيف ما كنت قلت لكم قبل في واحد لا فيديو الاخر، كنت قلت لكم عندي واحد الوصفه ديال تسمين الحنيكات الخدود، وراني مازال راه بدات كتعطيني واحد النتيجه، ولكن حتى تعطيني نتيجه اللي هي 100% وتكون مرضيه ونتاكد منها، وديك الساعه غادي نبارطاجيها معكم. غير واحد 3 جوغ، غنزيد واحد 3 جوغ ولا 4 ايام وصافي غنبداها معكم. اليوم كيف ما كتشوفوا راه العشيه ديال الحد، غدا الاثنين، وبغيت ندير واحد الدجاجه ان شاء الله غد نحمرها. وانا يا منعتي قبل ما كنحمر الدجاجه كنرقدو في الليل وكنقادو ندير له الشرموله ديالته كامله، الا حتى لا غدا لي كنخليه كيبات في الشرموله كامله في الثلاجه، غدا ليه عاد كان نديرو يطيب. وقلت غادي نبارطاجيها مع البنات، علاش لا؟ صراحه كيجي بنين بنين بنين، كيجي بالبنه فيه ديال العرسات. يلا البنات خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، انا غادي نبدا ندير لكم الطريقه كيفاش كنشرمل الدجاج والمسائل، وانتم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. ايوا البنات كيف ما كتشوفوا، انايا دابا غادي نبدا نشرمل في الدجاجه ديالي. الشرموله اللي كيعرفها كلشي، غير هو نورمالمون انا موالفه كندير معها القلب ديال الحامض مصير، القلب ديال الحامض مصير مولفه، كنحي داك الجلده كنحطها في قنيته، وداك القلب ديالو كنقطعو مزيان وكنديرو مع الشرموله وسط الشرموله. دابا ما عنديش في الدار، ما عنديش وما ما عنديش كيفاش، انا ديما عندي مشكل مع هذا البلاكار، هذا ديما مفتوح يسمحوا لي صافي. وقلت لكم ما عنديش دابا متوفر، الا ما كانش ماشي مشكل، من ما كانش ماشي ضروري. صافي دابا انايا بديت، ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا راني درت الربيع، قزبر ومعدنوس على قدر التقدير ديال الدجاجه اللي نتوما عندكم. هنا عندي قزبر ومعدنوس ودقيته شويه مع الثومه، انا كتعجبني الثومه، درت 3 ديال الفصوص ديال الثومه البنات، وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، حيتاش الدجاجه عندي هي صغيره، هانتوما كيف ما كتشوفوا هي صغيره، انا وليداتي. صافي دابا غادي نبدا ندير لها الشرموله اللي بطبيعه الحال كلشي كيعرفها. غادي ندير شويه ديال المليحه، والبنات خدوها من عندي، راه اي حاجه كتصوب على تيساع وكترقد وكتبات هكا شويه ديال السكنجبير وكتبات مراقده وكتاخذ راحتها، راها غادي تجي بنينه. راه الحاجه اللي كتخسر الطياب واللي كطير له البنه هو داك الزربه. شويه ديال الخرقوم البلدي، كيف ما قلت لكم انا ما كنستعملش ديال الورقه نهائيا، وشويه ديال الابزار، وغادي نحك واحد كنوره ديال البقري، نحكها هكايا مزيان، سورتو الا كنتو دايرينو في الثلاجه راه تيسهل البنات، كيسهل في الحكان. واخا هو كنور ماشي صحي، زعما ما كنصحش به، اللي ما موالفش كيديرو ما يديروش، ولكن انا كيعجبني كنور. وشويه غادي ندير هي واحد شويه ديال الزيت البلديه باش نجمع بها الشرموله ديالتي، وغادي نزيد البنات شويه ديال السمن، هي واحد شويه، انتما غير شويه ديال السمن، السمن كلشي كيعرفوا السمن البلدي. وصافي دابا غادي نبدا نخلط هاد الشرموله هادي ديالتي كامله. وكيف قلت لكم البنات، راه هو الحامض نورمالمون انا كندير الحامض، نطلع هادي نهضر معكم، كيعجبنيش نبقى نهضر وانتم ما كتشوفونيش، بيد ما جمعت الشرموله. ها نتوما الحامض نورمالمون انا كنديرو في الدجاج محمر، هو كيعطي واحد اللذه بطبيعه الحال، ولكن انا كنديرو ملي كيكون عندي دجاج يلاه جبتو باقي جديد، ملي كيكون جديد فمن الاحسن انكم ديروا معاه الحامض باش كيطيبوا بواحد الطريقه كيهريه كيجيبوه هنا كان. ولكن حيتاش انا دابا كيف ما شفتوا معايا الدجاجه راه عندي هذه تقريبا شي 4 ايام ولا 3 ايام، كيف ما بارطاجيت معكم من قبل كثر واقيلا من 4 ايام، يعني ما محتاجاش ان يكون الحامض كان ولا ما كانش، ماشي ضروري. صافي دابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطت هكايا الشرموله ديالتي مزيان، وناخذ الدجاجه اللي عندي، وغادي ناخذ واحد الموس ونبدا نتقب فيها بحال هكذا، باش تسمعوا التقيط نوضو تخرجوها كامله، تما
يبقى فيها ما يتجمع غير شويه، وسيرتو من البلاصه ديال الصدر راكم عارفين الصدر كيشد شويه الطياب. صافي، من بعد غادي ناخذ الشرموله ديالتي وغادي ندخلها فيها كامله هكا. وراها البنات راه الحاجه قلت لكم، الحاجه اللي كترقد واللي كتعطيوها وقتها في الطياب وكتعطيوها الخاطر ركونوا متيقنين غادي تجي بنينه وبزاف. ها نتوما هاد الجليده هذه اللي كتكون هكا ما بين الفخاد والصدر لداخل، دخلوا ليها حتى هي الشرموله. هاد الجليده هذه، هاد الفراغ هذا اللي الا كان كيبان لكم غدخلوا له مزيان حتى هو الشرموله. وكل واحد والطريقه ديالته كيفاش كيديرها في الدجاج محمر، ولكن انا هاد الطريقه هذه هي اللي كنعتمدها ديما. الحمد لله كلشي كيشكر الدجاج، ما كاينش زعما شي مره طيبته قالوا لي راه ما جاكش بنين. صافي، دابا غادي نجمع الرجيلات وغادي ندير الدجاجه ديالتي في واحد السوبيره، نديرها في واحد السوبيره ونخليها غنديرها في الثلاجه ليله كامله حتى الغدا ان شاء الله ندي وليداتي للمدرسه. ومنين نجي نطيب الغدا ها انا معكم وغادي نوريكم كيفاش غادي تجي في الاخر. صافي البنات، نتمنى ان يكون هذا الشيء اللي كنقدمه لكم كيفيدكم، ونتمنى انكم تكونوا بديتوا بديتوا البنات اسمحوا لي نغسل يديا، بديتوا كتستعملوا الوصفه ديال الاظافير اللي عطيتكم، راها افيكاس البنات. نخني نشوفكم قلت لكم نتمنى انكم بديتوا تكونوا بديتوا كتستعملوا الوصفه ديال الاظافير، راها افيكاس. وخصكم تعرفوا راه اي حاجه خاصها المداومه، وبالمداومه اكيد غادي تكون نتيجه. وكيف ما كتشوفوها هما الضفيرات راني بدلت ليهم لا كولور هذا النهار، درت هذا ما عرفتش كي داير هذا اللون كاع. المهم انتم كيف ما كتشوفوا، وانايا كيحمقوني اليدات والرجيلات ديال المراه يكونوا كيشعلوا. راه منيك اول حاجه كنشوفها في المراه هي يديها ورجليها، يعني الا كانوا اليداتها نقيقيين وضفيراتها نقيقيين ورجيلاتها زوينين وداك الشيء هو هذاك، فكونوا متاكدين ان حتى هي غتكون نقيه ودارها نقيه ومسائلها كلشي نقيه. ومي تمشيو عندها كلوا اللي تحطات لكم وعينيكم مغمضين، واللي كيكون ما كيتهلاش في راسو راه طاقه الحال ما غيتهلا لا في دارو لا في ولادو، والخبر راه في راسكم. صافي البنات، كيف ما شفتوها هي الدجاجه ديالتي دابا مشرملانه ناضيه، غادي نديرها في السوبيره ونبيتها في الثلاجه ليله كامله. غدا ان شاء الله عاد غادي نطيبها ونبارطاجيها معكم. يلا حبابي، تهلاو ليا في راسكم حتى الغدا، ونتلاقاو وتكملوا معايا لا فيديو تاع صباح الخير البنات. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا صبحتوا على خير وبخير، تكونوا مرتاحين ناشطين ضاحكين. كيف ما نكملوا لا فيديو، نكملوا داكشي اللي بديناه البارح ان شاء الله باذن الله. مهم كيف ما شفتوا معايا البارح راني كنت شرملت واحد الدجاجه وبيتها ليله كامله في الثلاجه، ما تشوفش انا ني في حمر وعيني مدمعين، كنت كنشلد البصله داكشي علاش. ما علينا، المهم انا غادي نكمل معكم دابا الطريقه. الدجاجه ديالتي ها هي ديالها عندي انايا، كيف قلت لكم كتجيني الحاجه طيب على المهل وشويه داكشي ديال الفر الكوكوت ما عنديش معاه. كيف ما كتشوفوها هي الدجاجه درتها في هذه الطاوه هذه، وراها خدات حقها من الطرقاد وراها واجده. دابا فقط غادي نشعل عليها البوطه ونزيد لها واحد شويه ديال الماء سخون، وغادي نخليها غير واحد شويه انتما، غادي نزيد لها شويه البنات ديال الزيت البلديه. انا كتعجبني نستعمل غير الزيت البلديه صراحه، مع شويه ديال الماء ما يكون البنات دافي وصافي. ونغطيها ونخليها غير واحد شويه طلع فيها الفاس، ومن موراها غادي ندير البصله. البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا الماء راه كنزيدوه في الجناب، عمرنا كنكبوا هكا الماء فوق من داكشي اللي كنطيبوه مباشره. صافي، دابا غادي نخليها حيت كيف ما كلشي كيعرف بلي الدجاج ملي كنبغيو نحمروه راه ما كيتقلاش. الدجاج ملي كيبغي البنات يتحمر ما كيتقلاش، يعني كنرويوه وكنحطوه يطيب، ملي كيتقلى راكم عارفين كيضيع. صافي البنات، دابا غادي نغطيه ونخليه بالما يطلع شويه ديال البخار. وعندي هنايا البنات جوج ديال البصلات، وحده شلطتها هكا ووحده لتحت عليا قطعتها هكا مربعات، قطعتها طريفات صغار وصافي. ولا حسب الطوق انايا ملي كيكون هكا غادي نصاوب الدجاج كثير، ملي كيكون عندي كثير كتكون عندي شي مناسبه ولا شي حاجه راني كندير النص ديال البصله كنديرو هكايا وكنحطو يطيب، والنص الاخر
كنحكو في الحكاكه وتا كطيب ليا الدجاجه كنحيدها وعاد كنضيف هذاك النص اللي عندي محكوك يكمل الطياب مع شي لاخر باش هكا كتجي الضغميره كتجيني كثيره شويه وكتكفي. وراكم عارفين الضغميره راه هي الدجاج. صافي البنات المهم نخليكم معايا حتى يبدا يطلع الفخار ونضيف ونبخر ونضيف البصله وانتم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. ايوا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا ها هي الدجاجه ديالي من بعد ما زدت عليها البصله ومرقتها هي راه مازال كطيب تقريبا راه علين طيب باش غادي نحيدها غادي نهزها نحيدها ونديرها كتستقطر في واحد الشبيكه. وهاد البصيله هادي هاد المريقه اللي مازال عندي غادي نزيد عليها راني سلقت في واحد القنيس واحد شويه ديال القشيوشات ها هما واحد جوج كبيدات وقنيصه والعنيقات القشيوشات راكم عارفين هادو غادي نقطع داك الكبيده ونقسم على جوج العنيقات وغادي نزيدهم مع داك المريقه ونخليها تعقد على خاطرها غنقص ليها البوطه ونخليها تعقد على خاطر خاطرها. وصافي البنات كتكون هذه هي الطريقه ديالتي باش كنطيب انايا الدجاج المحمر وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مني وكان طريقه مبسطه للمبتدئه الخوت. وملي غادي نحط الطبق النهائي راكم غادي تشوفوا معايا الضغميره كيفاش كتجي مضغمره. يلا حبايبي تهلاو ليا فراسكم حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد راني ما حيدت الدجاجه ديالي ها نتوما كتشوفوا انا حطيتها في واحد الشبيكه باش تستقطر وتتقطر على خاطرها. وكيف ما كتشوفوا هي كتبقى واقفه يعني ما كتشتت ما كتحل ما حتى حاجه كتبقى مزيانه. دابا غادي نخليها البنات هكايا تبرد وتقطر على خاطرها. وهنايا داك الشويه ديال الكبيدات اللي كانوا عندي راني زدتهم هنايا ها نتوما كيف ما كتشوفوا قطعتهم وزدتهم البنات. وكيف ما كيعرف كلشي راه الكبيدات كنسلقهم مع شويه ديال الملحه والخل اولا شويه ديال الحامض باش داك الزفوره كتحيد ما كتبقاش راكم عارفين الدجاج مزفر بزاف. وهذا الشيء اللي كاين البنات. ودابا من مور ما غادي تبرد ليا هاد الدجاجه راه غادي ندهنها من الفوق تبرد بطبيعه الحال غندهنها بشويه ديال الزيت البلديه وشويه الهريسه. وما تخافوش من داك الهريسه راه ما كتبقاش عاطيه الحروره نهائيا هي كتعطي اللون وصافي. يا اما شويه الزبيده الزبيده بلديه والهريسه يا اما شويه ديال الزبيده والهريسه صافي. وندخلها في الفران وملي غادي تحمر غادي نوريكم الشكل النهائي يا حبايبي وحباباتي باش ما نطولش عليكم لا فيديو. وهذا الشيء اللي كاين وبصحتكم وراحتكم. والبنات كيف ما كتشوفوها هي الدجاجه ديالتي كيف وجدات. وكيف قلت لكم ديروا لها شويه ديال الهريسه مع شويه زيت البلديه اولا الهريسه مع شويه ديال الزبيده عندكم كيف ما كانت واخا غير لابريري ودهنوها من الفوق ودخلوها الفران وكتجيب هذا اللوين هذا كتجي زوينه. واش غادي نقول لكم بصحتكم وراحتكم الحباب. وكيف ما كتشوفوا هي كتبقى صاينه يعني ما كتطرطق ما حتى حاجه غير هو خاص الحاجه تصاوب بالخاطر. والمريقه كيف ما كتشوفوها هي راها غا انايا غير راني ما خليتهاش تدغمر ليا مزيان حيتاش غادي نخلي الحق ديال راجلي وإلا مشات حتى تدغمرات مزيان يعني ملي غادي يجي مغلقه ما نسخن فيها. داكشي علاش اضطريت انني نخلي هاد شويه ديال المريقه بحال هكايا هاد المريقه اللي كتبان لكم خليتها باش ملي خليت له وحقه ملي غادي نجي نسخن له نلقى المريقه فين تسخن له عاد غادي تدغمر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه احبابي وحباباتي وكنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وراه المذاق ديالها كيجي بحال الدجاج المحمر ديال العراسات وبطريقه ديال المبتدئات. وشكرا لكم وما تنساوش البنات ديروا لي تخليوا لي كومونتير بزاف وما تكثروا لي من لي لايك لي لايك البنات. واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما تنساوش انكم ديروا لي سبسكرايب وجيم وتبارطاجيو مع صحابكم علاش لا وتهلاو ليا فراسكم وبالصحه والراحه. وشكرا لكم بزاف بزاف مع فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يلا حبيباتي باي باي عليكم وبصحتكم وراحتكم وشكرا لكم بزاف بزاف.